FM. الكلمة ليك. المشكل أنه نقل هذا التوتر إلى تونس هو الخط الأحمر، باعتبار أنه العديد من القراءات رفعت بي منها يقول بأن الجنوب التونسي قد يكون مستهدف في عملية تقسيم، وهنا تأتي دور الدولة. دور الدولة ضروري في الحوار مع تجار بن قردان. الكل يعلم أن الجنوب التونسي يعني من ناحية اقتصادية المتنفس الاستراتيجي هي ليبيا، لكن لا نريد لهذا التأزم أن يتحول إلى مواجهة ضد السلطة المركزية. المشكل ليس في الدولة التونسية، المشكل في ليبيا. يعني أنا بالفعل أحاول فهم وتمثل كيف يتحرك يعني هذا المجمع من التجار، يعني احتجاج ضد من؟ أنت المشكل على الطرف الليبي. المفروض أن نبحث عن قنوات نتواصل من خلالها مع الأطراف الليبية أن نهادن هؤلاء لكي نتمكن من تمرير السلع ومن الحفاظ على التجارة. الكلمة ليك.